شكرا جزيلا على لا الشرف. الموقف الامريكي يرى كثير من العراقيين انه لم ياتي بقدر ما كان ترغب به العراق العراقيين يعني من دعم. رايك هل هناك تقصير امريكي في دعم العراقيين؟ قد ما اجاوب على كلمه التقصير او لا، اولا احب اشكركم على الفرصه، وايضا اتحدث حول ما هي الرؤى الامريكيه او التوجه الامريكي وخصوص البيت الابيض باتجاه العراق. الولايه رئيس اوباما الى الحكم في 2008 ونهايه بدايه 2009 كانت على قطار او على تيكت بيسموه ان نخرج من العراق، واعتبروا العراق كتداعيات الى ولايه بوش الولايتين يعني الابن. هذا كان النفس الموجود، وخروج القوات الامريكيه من العراق ايضا دعم هذا التوجه انه احنا خرجنا من العراق. الان الوضع السياسي العراقي والامني وخطر داعش على سلامه العراقيين تتطلب من الامريكان ان يكون عندهم وجهه نظر اخرى، فاذا المطلوب تغيير وجهه نظرهم وليس فقط الاستمرار على المسار السابق. هذا جانب. جانب الآخر قضية التقصير، هم عندهم حيثياتهم باتخاذ القرار معتمد على البعد المناطقي، معتمد على البعد الأمني وتقييمهم السياسي أيضا. هذا هناك بعض الاختلاف بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة. الحكومة العراقية ترى والشعب العراقي يرى أن خطر داعش على المنطقة وعلى العراق أكبر من أن يكون هناك شروط أو ظروف معينة تتوقع الإدارة الأمريكية من العراق أن يستجيب لها. هذا أعتقد نقطة الاختلاف الأساسية، مو في حربنا ضد الإرهاب ولا في خطورة داعش، وإنما في مدى تدخل الأمريكي وتغيير سياستهم باتجاه العراق بحسب الرؤى والحاجة العراقية. وقد نستطيع أن نتحدث عن اتفاقية الإطار الاستراتيجي وما شابه ذلك. طب فيما يخص استراتيجي، يعني احنا تجمعنا علاقه بالاضافه طبعا الى اتفاقيه الاطار الاستراتيجي، هنالك علاقه متينه، يعني احتلوا البلد لمده 10 اعوام وغيروا العمل السياسي في البلد، لا يوجد بالاضافه الى اتفاقيه الاطار الاستراتيجي وبنودها والتزام اخلاقي ايضا. البعد الاخلاقي هذا قد نختلف احنا وياهم بها، هم عندهم وضوح بانه بعد خروج القوات البعد الاخلاقي تغير وهناك اتفاقيه اطار استراتيجي. أرجو أن 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 الكل يكون واضحين عندهم، هذا مو اتفاقية أمنية من وجهة نظرهم. أنا في حديث معهم اليومي الآن، كنت في الكونغرس قبل ساعة وتحدث معه، كان رئيس لجنة الأمن في الهاوس، وكان هم ما يعتبرون العراق هناك اتفاقية أمنية بين البلدين، وإنما يقولون أن هناك اتفاقية إطار استراتيجي، أي نتحدث حول كيفية نقوي العلاقات على الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية والطاقة والصحة وما شابه ذلك، وليس هي اتفاقية أمنية. عندهم اتفاقيات أمنية كانت كسوفا مثلا أو غيرها مع 50 بلد، إحنا ما حدثنا السوفا لأسباب كثيرة عراقية بحتة وحتى أمريكية أيضا، كان ما كان عندهم رغبة حقيقية. هذا بعد آخر، فعدم وجود اتفاقية أمنية حقيقة أثر علينا كثير. هل الظرف يسمح؟ لا، هذا موضوع يحتاج إلى حديث آخر وطويل، ويحتاج لأمور كثيرة أخرى، ويحتاج لقرار سياسي عراقي. الآن ماكو هذا القرار، فإحنا نأخذ ضمن الإطار الموجود عندنا، ضمن الواقع الحال الموجود عندنا، أن نحث الأمريكان أن يدخلون العراق بقوة لدعمنا في محاربة الإرهاب اللي هو عدوهم، حتى قبل ما نقول قوة عدونا يعني 9/11 وغيرها وغيرها هي حطلت لأمريكا قبل ما تكون مع العراق. طبعا يعني بالإضافة إلى هذا أنه داعش وتنظيمات الإرهابية بالعراق عدو الولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت العراق يعني أمن العراق من المصالح الأمريكية، رغم طبعا البعد الجغرافي، يعني مصلحتها في استقرار العراق. هل ينظر المسؤولين الأمريكيين أن الاستقرار في العراق سيعود عليهم بالخير وعلى المنطقة؟ هذا واضح عندهم، عند الكل، عند الكونغرس والهاوس والسنت والمراكز الأبحاث والإدارة، واضح عندهم استقرار عراقي يساعد. أدى أهمية العراق أيضا قد يختلف بعض الشيء عن إحنا تقييمنا له. إحنا نعتبر العراق هو البلد المحور الأساسي في المنطقة بعد إحنا والمصر. هم عندهم هذا الشيء صحيح، ولكن أيضا عندهم مصالح مع دول أخرى، عندهم تقييم يختلف عنا في أهمية الجيوبوليتكس.
وأهمية العلاقة مع العراق. ما عندهم علاقة استراتيجية، ما عندهم، احنا ما نشتبه اذا نقيم علاقتهم مع السعودية او مع تركيا نفس العلاقة مع العراق. لا، اطار اتفاقية الاستراتيجية كان هو الاساس لوضع اسس لوجود علاقة استراتيجية، لوضع اسس، مو هو مبني، لا، لوضع اسس. احنا تحركنا في السنين السابقة على هذا الشيء. الان هناك اختبار حقيقي لهذه العلاقة، وانا بينت في الصحافة بكل وضوح بأنه الآن العراقيين يشعرون بأنه بيسموه بالإنجليزي الأباندمنت، يعني الابتعاد أو التخلي الأمريكي، وهذا ما راح يخدمهم على المدى البعيد. وأيضا خطر داعش على المنطقة وعلى دول الجوار أيضا ما راح يخدمهم. وأيضا أهمية العراق على مستوى الطاقة ومناطقيا جغرافيا نقطة مهمة نذكرهم دائما بها. ولكن نرجع نقول أن الإدارة هي أتت على قطار أو على تيكت أن يبتعدون من العراق، ولهذا يحتاج تغيير. وأيضا حتى نكون صريحين وواضحين مع جمهورنا مع ناسنا، يحتاج السياسة العراقية على مستوى أداء البرلمان وغيره يتغير حتى نعكس للآخرين أن احنا عندنا حرص وعندنا شعور بحالة آنية لعلاج المشكلة السياسية، إضافة إلى التعاون الأمني اللي إحنا مطلوب من عندنا. طب في يوم أمس الأعضاء في الكونغرس الأمريكي والمجامع الكيني يعني طلبوا أوباما بتقديم المزيد من الدعم، وأعلنوا عن إن فشل أوباما في يعني وجود خطة استراتيجية فيما يخص العراق. يعني نلاحظ أن هناك دعم من الجمهوريين في الولايات المتحدة للموقف العراقي، ماذا يعني؟ حقيقة هناك بعض الاختلاف بين الحزبين صحيح هذا، ولكن ماكين وغرام نعتبرهم أصدقاء العراق وداركين الموضوع بعمقه. مو باقي ما نستطيع نقول هذا الشيء على باقي أعضاء الكونغرس أو الهاوس أو السنت، مجلس الشيوخ أو مجلس الهاوس الموجودين، لأنه ما عندهم هذا الخلفية التاريخية مع العراق. ماكين صديق للعراق ولهذا عنده هذا الحرص وهذا التوجه. أيضا نحتاج أن نبقى نتواصل مع الكل ونبين المخاطر للكل. هناك رؤى أمريكية، إحنا نختلف وياهم بعض الشيء، أن هم يقولون أن المسار السياسي هو الأساس ومن ثم مسار الأمني. إحنا عندنا لا، مسار الأمني خطر آني، مسار السياسي يحتاج إلى وهناك مراجعة، نحتاج إلى إعادة نظر صحيح، والانتخابات النهائية الأخيرة كانت بعض أنواع المراجعة، تشكيلة جديدة للحكومة هي النوع الآخر من المراجعة، تشكيلة يعني أساسا الحديث الموجود الحراك الموجود في العراق أيضا هذا مراجع، هذا مهم. نحتاج أن نقنع الأمريكان إذا كان عندنا قرار عراقي أن الأمريكان ضروري أن يكونون في العراق، هذا نقطة، أن نقنعهم بأنه العملية السياسية بالمسار الصحيح، ولكن نحتاج إلى دعم أمني وسياسي مناطقي لكي نحتوي القاعدة. يعني أنا هذا السؤال طرحته على كثير من المسؤولين الأمريكيين هنا، يقولون يعني إذا هنالك شعور بالآنية وضرورة العمل الفوري في العراق، لماذا إذن البرلمان العراقي متخلف عن الاجتماعات ولم يلتزم حتى الدستور العراقي؟ فهنالك تقصير عراقي أيضا، يعني ألا تعتقد أنه هنالك علينا أن نثبت حسنيتنا على الأقل؟ هي مو حسنية، هناك عقد بالسياسة العراقية العشر سنين السابقة كلها متعلقة بتأخير تشكيل الحكومة، أداء البرلماني، بعض التشريعات الأساسية، هذا موجود. وهذا حقيقة إحنا كسفراء أتحدث بالنيابة عن زملائي نعاني من هذه المشكلة، نعاني بأنه هذا الشعور الآني الذي أنا ذكرتي كيف إحنا نقدر نعكسه إذا البرلمان تأجل، وهناك بعض المرات خروقات دستورية بتحصل بعض الشيء. هذا صحيح، هذا جزء من الجيل الديمقراطية الجديدة في العراق، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مراجعات كثيرة، تحتاج إلى بعض النضج بالتعاطي معها، هذا صحيح. بس هذا بالنتيجة هذا مجتمعنا، يكون إحنا نعكس الإيجابيات ونحاول نصحح بعض الأخطاء، وأيضا نفهم المقابل برعاية العملية الديمقراطية في العراق، أن الأمريكان حتى ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي هناك بعد يتحدث عن حماية أو رعاية الديمقراطية في العراق، هذا صحيح. يعني ما نحط هذا الشيء بالاتفاقية إلا إذا كان واضح بذاك الزمن أن هناك يحتاج دعم عالمي مناطقي إلى العراق
لهذا الجنين الجديد اللي اسمه الديمقراطية في العراق. هذا صحيح، ولكن سؤالك أيضا صحيح، البرلمان العراقي الآن أمام مسؤولية تاريخية أن يدعم ويدعمنا إحنا كسفراء حتى نحصل الدعم الدولي أكثر في 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 حربنا وحربهم أيضا ضد الإرهاب. طب فيما يخص الوضع، يعني الوضع الإنساني في العراق، يعني هنالك عوائل كبيرة خرجت من الموصل وتمر في حال في حالات إنسانية صعبة جدا، يعني هل نلاحظ هنا، هل تقوموا بضغط على الحصول على مساعدات؟ هذا الباب الأول نطرقه مع الكل، أنه الخطر التطهير العرقي اللي داعش بيعمله في المناطق الساخنة أو المناطق اللي فيها أقليات في تل أعفر أو المناطق اللي فيها المسيحية في تل كيف وغيرها، وكل هذا أول باب نطرقه إحنا مع الآخرين، لأنه نبين لبعد الإنساني بأن خطورة المدى، خطورة إزالة التراث وبعض المعالم التاريخية والدينية، وأيضا التطهير العرقي اللي داعش معروف عليه هذا الشيء. هذا طبعا دائما نبينه، نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى أيضا أن نعطي أرقام أكثر، نحتاج أن نبين المظلومية أكثر، يعني كتسويق للمظلومية، وهذا لا حد يستهين به، تأثير عنده حقيقي على المجتمع الغربي بالخصوص، أنه تبين المظلومية بالأرقام. يعني استلمنا وكنت حضرتك موجود الأف 16 الأولى كان المفروض تصل إلى بغداد في سبتمبر، ولكن أعلنت وزارة الدفاع أنها ستؤجل إلى شعار آخر. لماذا؟ يعني نحن في أمس الحاجة بالوقت الحالي إلى هذا التسليح تحديدا، يعني وقمنا بالشراء، لماذا هناك تأجيل أمريكي في تسليم؟ هناك حديث مستمر مع الأمريكان، برامج الأمريكي بطبيعته بالتسليح وغيره يحتاج لفترة زمنية، وأيضا عندهم مجموعة آليات منظومات عمل على الأرض يجب أن تهيئ وغيره، هذا كان عذرهم السابق. الآن في حالة حقيقية، حاجة حقيقية عراقية له، نحتاج أن نعيد النظر معهم في هذا الجدول، ولكن أيضا نحن دائما نتحدث معهم عن ضروري أن يروح حاجة العراق الآنية إلى هذا السلاح. يعني هذا السلاح كان لو عدنا الآن كان سنغير المعادلة تماما، يعني تغيير جذري بالقوة وبالزمن. الأمريكان عندهم أعذارهم، قسم من عندها لوجستيكية يعني فنية، وقسم من عندها ببعد سياسي. احنا نتحدث معهم على هذا الشيء، حول بالوفاء بالاتفاقية على الأقل على مستوى العقود الموجودة، وأيضا بسرعة وتفهم حاجة العراق إلى أيضا. هذا الضغط احنا بقى مستمرين عليه. طيب يعني هذا التأخر في التسليم دفع العراق، وكما ذكرت حضرتك سابقا، يعني إلى الاتجاه إلى روسيا وإلى إيران أيضا، يعني وما يثير تحفظ كثير من الأمريكيين، هل هنالك تفهم أمريكي توجه العراق إلى روسيا؟ هناك رغبة، هناك تفهم وفي نفس الوقت بعض الامتعاض. التفاهم لأنه لحاجة العراق إلى، وأيضا امتعاض أنه هم كحلفاء استراتيجيين أو هم إحنا اختلناهم كشركاء أن يجب أن يكونون هم فقط الموجودين بين الساحة. وتدري أن هناك نقطة عالمية بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا بين إيران والولايات المتحدة، ومن هالمنطلق ما يعتبرها نقطة تفاؤل لهم. احنا بدنا نعكس بوضوح بان هناك فراغ وحاجة عراقية، هناك فراغ لعدم قدرتنا على السيطرة على السماء، ولهذا الطائرات تكون دائما مرحب بها، وهذه الطائرات احنا بدنا ندفعها في العلن، ما عندنا اتفاقيات سرية مع روسيا، لا كلها في علن، الحمد لله ما عندنا شيء يعني بهالعنوان هذا اللي نتآمر مع احد، لا العراق واضح وعراق صريح بهذا الشيء، وعراق قوي حقيقة بأنه يدعي بأنه هذا الشيء اللي يحتاجه، وما وضع نفسه في سلة طرف واحد من دون أن يأخذ بنظر الاعتبار أهمية أمنه. أمنه كان هو المعيار الأساسي، ونحن نصادق من يحمي أمننا أيضا، وهذا حقيقة معادلة احنا نبينها في واشنطن أكثر من أي مكان آخر لحاجتنا، ونبينهم بأنه احنا تبقون أنتم أصدقائنا، نبقى عندنا اتفاق ونبقى نرغب إليكم كشركائنا عن طريق رغبتنا في الشراكة، ما ملزمين بهذا الشيء، ولكن أيضا هناك حاجة آنية نرجو أن تتفاهمون هذا الشيء، وهناك بعض التفاهم، ولكن أيضا يبقى عندهم
نظرتهم العالمية للأمور وليس نقط نظرتهم المناطقية. طيب يعني إذا ممكن يتم إيجاز، إذا تستطيع أن توجز لنا الدعم اللي توصل اللي حصلنا عليه من الولايات المتحدة إلى لحظتنا هذه، يعني المستشارين في المرحلة الأخيرة يعني خلال هذه يعني. هناك دعم استخباراتي، هناك دعم أمني، هناك دعم بعض المستشارين، هناك تجهيز في كثير من العدد الموجودة سرعتها، أيضا التجهيز أسرع بكثير من ما كان سابق، يعني حتى موافقات الكونغرس وغيرها بسرعة هائلة، قطار سريع إذا صح التعبير بقضية العدد وما شابه ذلك. هم يدعون أنه يحتاجون إلى قراءات أكثر أمنيا وملاحظاتهم ومراجعاتهم إلى الواقع الأرض العراقية على الناحية الأمنية، ولهذا احنا سمحنا لهم وعندنا انفتاح كامل عليهم بهذا الشيء، وهذا شيء جيد. وهم أيضا عندهم الآن تفهم، ولكن يبقى مو بالمستوى الطموح اللي احنا نرغب له، او مو بمستوى الحاجه، اكثر من الطموح، اكثر مو بمستوى الحاجه اللي احنا نحتاجها. طب هل يعني في الختام، هل في رايك ان دعم امريكي وتوجيه ضربات يعني بدون طيار، ضربات عسكريه امريكيه لداعش، هل هو مضمون بسير العمليه السياسيه لو في العراق، او ممكن نشوفها حتى لو العمليه؟ هم يدعون ذلك، يدعون ذلك، ولكن احنا ايضا نبين لهم بانه العمليه السياسيه هي مو سهله، مو نتيجه رغبه شخص او نتيجه رغبه قرار مكون معين، لا، يحتاج مكونات اخرى. وايضا هم يقولون احنا نتحدث عنهم، يعني يقولون شنو يعني تشكيل الحكومه هي الحل؟ يقولون اي هذا جزء من الحل، يعني حتى ما نضغط عليهم ما يكونوا كلش واضحين بانه هو لا هذا الشرط. وهم ايضا في حديثهم معنا ما يقولون هناك الشرط، يعني مو هذا الوضوح اللي عندهم، ولكن يقولون ان هناك ظروف سياسيه تساعد عمليتنا، تساعد حديثنا مع اصدقائهم بالمنطقه. احنا نقول لهم انه العمليه السياسيه هي مو عمليه سهله فلهذا القرار بشخص واحد او مكون معين، لا. هو 10 سنين سابقه كلها تجربه كافيه واحد يراجعها ويشوف بانه الامور ما تجري بالرغبه، نتيجه تداعيات كثيره يعني. فلهذا نحاول أن نفهمهم بهذا الشيء ونبين لهم بأنه خسارتهم في العراق نتيجة هذه التجربة، نتيجة شبابهم اللي قتلوا في العراق، الثروات اللي صرفوها في العراق، الآن هي نقطة محك، وإحنا كأصدقاء نتوقع من عندهم أن يقفون مع الصديق. هل تتوقع أنه؟ نعم متفائلين إحنا لا نعم متفائلين لأسباب كثيرة. أولا وضوح عندنا بأنه مو مجتمع عاطفي ينظر إلى الأمور من مصالحة، وإحنا نتحدث بالمصالح. إحنا أيضا متفائلين بأن العراق يتعافى يعني على المستوى السياسي، أيضا حتى جلسات البرلمان وغيرها كلها مؤشرات جيدة، يعني لا حد يستهين بها. اللي طول 9 أشهر بالسابق الآن ما حد يتحدث عن هذا الشيء، حتى ما حد يتحدث عن 9 أسابيع مو 9 أشهر، فهذا كلها مؤشرات جيدة. متفائلين أيضا بقدراتنا إحنا نتعافى، متفائلين بأنه إحنا راح نستطيع أن نثبت الآخرين أنه العراقي مو هو السني والشيعي والكردي، هذا العنوان البسيط اللي يتحدثون عنه، لا، شخصيته أعقد وأغنى من قضية السني والكردي والشيعي. وأيضا نحن متفائلين لأنه كإنسانية بطبيعتنا نتفائل. أخيرا لا تفضل يعني هناك موقف أمريكي في الحقيقة مشجع جدا فيما يخص أصلا العراق والدعوات لإنشاء أقليم كردستان، هل في رأيك أو دولة كردستان، هل كيف ممكن هذا الموقف السياسي الأمريكي إلى حد ما يعني إيجابي جدا؟ لا شوف عزيزتي، الولايات المتحدة هي مؤسسات وكل مؤسسة عندها رؤى، القرار بيد الرئيس على التنفيذ والتشريعات بيد مؤسسات معينة، مراكز أبحاث بطبيعتها تطرح آراء كثيرة، يعني آراء عجيبة غريبة مرات بشوفها، مرات غير واقعية، يعني مرات نشوف يقول هذا مو العراق اللي يتحدثون عنه. بطبيعته هم ما أقول واقعيين، بس هم ما يتحدثون بالمنطق ويتحدثون مثل ما ذكرت من غير العاطفة، فلهذا يقولون أي احتمالية ممكن، هم رياضي العقل، يعني عقلية رياضية عندهم، أعطينا الاحتماليات ونناقش الاحتماليات وما نأخذ العواطف. هذا الحديث اللي سمعونته هناك باحث وحديث كله من هالمنطلق، بس بالنتيجة قرار بيد الرئيس، يعني القرار الأمريكي هيكليته واضحة مو معقدة بعنوان، صحيح أبعاد كثيرة، ولكن من يقرر لا
لا الرئيس يقرر. والموقف الأمريكي الرسمي واضح بدعم العراق كحدودة وغيرها. حتى بايدن اللي كان حديث عنه نائب الرئيس بايدن له واضح في حديثه وفي أموره بأنه هذا كان فرضية طارحة وتحرك كرئيس بمسؤولية الرئيس بوحدة العراق، وهي التزام أخلاقي وقانوني والسياسي أيضا، وإحنا هذا إحنا ماشيين بهذا المسار وياهم. جدا أشكرك. لا فتحياتي، شكرا لاستقبالك.